واو ارخص شيء صحرا عم تمزحوا كثير اسعار واطيه مبينين اللعبه لا متفاجئه يا حلوين كيفكن صبايا بالفيديو اليوم رح نجرب ارخص ميك اب اشتريته بحياتي من موقع صيني اسمه تيمو سو تيمو هو موقع صيني عنده كل شيء تقريبا ومنه الميك اب بس هو ارخص ميك اب شفته بحياتي انا شايفه كثير ميك اب رخيص بس هيدا ارخص شيء وكثير خيفانه اني احط هيدا الميك اب على وجهي على كتر منه رخيص بس انا هون ورح نحط الميك اب سوا سو اذا حبيتوا الفكره وعبيكم تشوفوا الميك اب الرخيص علي يمكن يكون منيح على الارجح لا سو احضروا الفيديو تنعرف سوا بس قبل اكيد ما تنسوا تشتركوا بالقناه صبايا انا كثير زعلانه منكم زعلانه لانه مش منطق اكثر من 60% عم يحضروني ومش مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه فعلوا جرس الاشعارات كرمال يوصلكم نوتيفيكيشن تدعموني بحس اكثر انه عبالي صوبير بصور لكم محتوى احلى بمجرد ما انتم اشتركتوا بالقناه سو كثير بتعني لي كثير قد الدنيا اذا اشتركتوا بالقناه وفعلتوا جرس الاشعارات خلينا نبلش مثل ما ملاحظين انه ما في شيء ابدا على وجهي بس اذا ملاحظين كمان انه في عين عليها ماسكارا وعين لا السبب هو اني كنت عم جرب ماسكارا واتر بروف على هيدي العين شوفوا الفرق زيت مش زيت ميك اب ريموفر خصوصي للواتر بروف ما كانت تنشال ابدا واتر بروف اوكي بس هالقد لا anyway خلينا نبلش دغري بالميك اب صراحه انه انا ناسيه شو جايب لايك like, شو في ميك اب على الويب سايت دغري كنت عم جيب عم جيب عم جيب عم جيب في اشياء طلبتها ما وصلت وانعمل لي ريفند عليها اوتوماتيكلي لانه ما بتتفوت على البلد ما بعرف شو هن الريجوليشنز بس في شيء ما قدرت ثلاث اشياء ما قدرت اني احصل عليها بس هيدا الكيس كله ميك اب سو خلينا نبلش اوكي قبل ما نبلش بالميك اب جايبه هيدي للبروشز كثير حبيتها لانه مقصمه وكبيره شايفين قد ايه كبيره وانا كثير بينقصني هيك شيء وشكلها كثير حلو خليني افتحها ولو اي شو في هالقد بدها شو دراما ايه بتبرم سو اذا حطيناه نايس حبيت ما كنت عارفه سو هيدا شكلها وهيدا شكلها من جوا ما خاصه بالفيديو ابدا يعني خاصه وما خاصه بالفيديو بس حبيت اني افرجيكم اياها بما اني مش جايبه برايمر سو رح استعمل هيدا البرايمر من ملك اسمه هايدرو جريب برايمر احسن برايمر استعملته لهلا لانه مش معقول قد ايه بخلي الميك اب يلزق سو حيلا ميك اب بنحطه فوق هيدا البرايمر وما بيلزق وما بيطلع منيح بيكون الحق على الميك اب على الاكيد واحد من الاشياء اللي انعمل لها ريفند هو الفاونديشن بس الفرشاية اللي بدي احط فيها الفاونديشن ما انعمل لها ريفند ثانك جاد سو رح نستعمل فاونديشن من عندي ورح نجرب هيدي الفرشاية خلينا نفتحها سوا سو هيدي هي الفرشاية بتجي بهيدي العلبة وانا كتير مبسوطة بالعلبة لانه بس بدنا نضب الفرشاية مثلا بالجزدين او رايحين سفر او شيء نقدر نحطها بالعلبة تبعها كتير حبيت الفكرة او ماي جاد سوفت بشكل مش طبيعي كتير سوفت واو سو هيدا شكلها المفروض انها تعطينا ماكسيموم كفرج تغطية كاملة 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 يعني ما في مجال اصلا انه يفوت البرودكت على قلبها فرح نستفيد من كل البرودكت على وجهنا خلينا نجرب للفاونديشن رح استعمل ميك اب باي ماريو اكيد رح اخد على الفرشاية شايفين من ايدي ورح بلش وزع على الوجه او ماي جاد عم تمزحوا جايز ما في ولا اي ستروك منها يعني عادة بس نستعمل فرشاية بتترك هيك اثار تبع الفرشاية على الوجه هيدي ولا شيء غير انه بتدمج بطريقة متساوية بشكل مخيف وكتير سريع التطبيق فيها يعني بثواني خلصت نص الوجه واو هيدي النتيجة بالفرشاية لحالها
على منطقة الأنف شوي بكون ترجعوا تقطعوا يا ببيوتي بلندر يا بأصبعكم، لأنه منطقة الأنف لايك شو ما كانت الفرشاية رح يبين في ستروكس، ما في مجال. 10/10 وهلأ صار وقت نكتشف قدي سعرها. سعر الفرشاية $1.2، هيدي هي الأسعار عم نشتغل فيها اليوم، كتير أسعار واطية. على الأرجح أنه هيدا للكونتور والهايلايت. اوكي سو هيدا هو، في جهة للهايلايت وفي جهة للكونتور. انتو شايفين الكمية؟ لا الكمية رهيبة قدي قليلة. خلينا نعمل سواتشز على الايد كأنه كتير ابيض. سو الكونتور بيقطع، كونتور قاطع، بس الهايلايت كتير ابيض لدرجة انه هو منه كونسيلر، هو هايلايت. في فرق وهن عارفين انه في فرق ومطبقينه. بما انه هو مش كونسيلر سو تالغي الهالات السوداء رح استعمل فو فلتر من هدى بيوتي. فو فلتر كوركتر من هدى بيوتي. سو هو منه كونسيلر بفتح او بيعطي اضاءة تحت العين، هو بس بشيل الهالات السوداء. سو رح حط شوي وبي بيوتي بلندر رح ادمج، رح تلاحظوا انه عن جد بس بشيل الهالات السوداء وابدا ما بفتح تحت العين. رهيب شو قوي هيدا الكوركتر، رهيب. اوكي هلا صار فينا نحط هايلايت وكونتور مثل ما هن عاملين. سو اول شيء رح اخذ الهايلايت. سو بدي اعمل هايلايت لمنطقه الخد وجوا الانف. سو رح احط الهايلايت هون. اوكي بدي اعلي العين من هون وعلى الخد بهالطريقة. رح اعمل بس نص الوجه مثل ما ملاحظين تنشوف اذا عن جد رح يكون في فرق ام لا. هلا للكونتور رح اعمل كونتور الجبين. انا الكونتور متفائلة فيه، ما بعرف يعني حتى اللون حسيته ظابط. سو اول شي منبلش بالالوان الغامقة. سو رح نبلش بالكونتور شيكة، معقول يكون الحق على الفرشاية، نستعمل فرشاية تانية. اوكي سو هيدي على الاكيد انه ما عليها شيء. نبلش نعمل كونتور للخد للجو لاين والانف اخر شيء. اوكي ننتقل للهايلايت، رح بلش بالدقن. انا كتير متفاجئه، في شغله عبالي اني اعملها هي كرمال ارفع الخد، وعاده بعملها بالهايلايت، هي اني اعمل هيدا الشيء هون. شايفين كيف عمل الخد؟ شقل الخد بطريقة كتير قوية. صراحة مش غلط، يعني أكيد في فرق بين هيدي الجهة مبينة كتير مسطحة وهيدي الجهة مبينة سكولبتد، مبينة منحوتة. هل يا ترى أحسن برودكت؟ أكيد لا، بس خلينا نشوف قدي سعره لأنه معقول ننصدم. $4 سعره. $4 $4 كتير رخيص، أنا مش شايفة أرخص من $4 صراحة. ما بعرف إذا أنتوا شايفين، أنا مش شايفة أرخص من $4 هيك. الاثنين مع بعض بيمشوا كتير منيح. أوكي رح أعمل تاني جهة ونكفي. عملنا كونتور للوجه وهلأ صار وقت البلاش. للبلاش جايبة 2 كل واحد لون، سو رح نجرب كل واحد على جهة ونقارنهم مع بعض، بس اتنيناتهم بيعملوا صوت، اسمعوا تتعرفوا انه مش من السد، هو من جوا بيعمل صوت، والثاني كمان بيعمل. كتير غريبين، كتير غريبين، مبينين لعبة، مبينين كأنه الألعاب تبع الأولاد الصغار بلاستيك هول هن. anyway خلينا نجربه نعمل سواتشز على الإيد. سو هيدا أول واحد، واو اللون كتير حلو. وهيدا الثاني خلينا نفرجيكم اياه عن قريب، كتير غريب انه صراحه الباكجينج حلو تبع هيدا. خلينا نشوف اللون. اوكي سو هيدا جاي على بيتش وهيدا جاي على بينك، بيرفكت. خليني اشوف قد ايه في، واو عم تمزحوا؟ لا في كتير برودكت، لا هيدا فيه كتير برودكت وكبيره، يعني البرمه تبعه منها صغيره. لا متفاجئه، هلا بس جربوا على الوجه بقلكن قد ايه سعره، بحب اصدمكم. هيدا ما فيه كتير، لاحظتوا؟ anyway لون البيتش رح نجربه على هيدا الجهه. او ماي جاد كتير حلو، كتير ناعم. انتو بتعرفوني انا والبلاش يعني بس حط شوي وحب ما بوقف، فينا حتى انه ندمج بالاصبع بيعطي بيجمنتيشن اكتر او اقوى. حبيت تفرجيكم اللون الحقيقي رح زيح الضوء.
هيدا اللون الحقيقي تبع البلاش، يعني في لون في بيجمنتيشن. هيدا البلاش سعره $3 يلي هو هيدا اللون $3. سو هيدا اللون رح نجربه على هيدا الجهة، كمان كتير بيجمنتد ببرشتين نضيفة عم بدمج. واو كتير بيجمنتد هيدا، كان لازم حط كتير اقل، كتير حلو. جايز انا عايشه حد المطار، مش كتير حد المطار، بعيده 10 دقائق عن المطار، بس الفكره بالموضوع انه هلا قطع الطياره مش انه فوق البيت، كتير كانت قريبه لدرجة أنا بيجيني هذا الخوف إنه توقع طيارة علينا. Oh my god خفت خفت صدق. Anyway البلاش كتير حلو. أوكي أنا على طول بوقع بهيدا التساؤل، هل يا ترى بيلبق لي اللون الجاي على بيتش أو اللون الجاي على بينك؟ بليز قولوا لي. وعلى فكرة إنه هيدا كمان سعره $3، نفس الشيء نفس السعر الاثنين، الاثنين بعطيهم 10/10 نسبة للسعر. $3 $4 $3 على الأكيد $3. صار وقت نثبت الوجه، ما في باودر، ما لقيت باودر، بس لقيت باودر بوف، سو رح نستعمل الباودر بوف. اثنيناتهم نفس الشيء بس الفرق هو اللون. سو رح استعمل هيدا اللون لانه هيك بيلبق اكثر. اوكي ناعمه، هيدا شكلها بتحسوها كثير عادي، خلينا نجرب. اكيد عم بستعمل باودر من هدى بيوتي، واول شيء رح ثبت تحت العين. اوكي سو الزاويه تبعها كثير مروسه، شوفوا بتفوت جوا العين بلا ما تزعج، وبتلقط منيح باودر، وهذا الشيء كمان كثير منيح. رح تتفاجئوا من السعر، كثير رح تتفاجئوا من السعر، يعني يا او انا بجيب ميك اب وما بعرف انه في ميك اب كثير رخيص لهالدرجه، يا او عن جد الاسعار هالقد رخيصه، يعني مش حتى افوردبل، لا مش انه متوفره، حيلا حدا لتري حيلا حدا بيقدر يشتري منه، دولار عم بيكونوا بدولار. هلا صار وقت نشوف اذا بنقدر نعمل بيكنج بشكل متساوي فيها. سو الله الله الله، شايفين بتلقط برودكت بشكل مخيف، وهذا شيء كتير قوي. بيكنج للأنف، ما في برودكت للحواجب، سو رح اعمل حواجبي اوف كاميرا وارجع. علمت الحواجب وهلا صار وقت ننتقل لميك اب العيون. للعيون جايبه 2 اي شادو باليت، هيدي الباليت جبتها بس لانه عليها اجر بسينه، وانتم بتعرفوا انا قد ايه بحب البسينات، وثاني باليت ما بذكر اللي جبتها لانه بدي اشتري باليت بدي اجربهم، سو خلينا نفتحهم ونجربهم. على هيدي الجهه رح استعمل هيدي الباليت، على هيدي الجهه رح استعمل هيدي، خلينا نكتشف الالوان سوا. سو على اول جهه رح نستعمل هيدي الباليت، هول هن الوان الباليت، فيها شيمرز مات وجليتر، صراحه مبينه كانه لعبه اولاد، كانه مكياج اولاد محطوط هون. خلينا نجرب سواتش للبيجمنتيشن، عبالي اجرب لون غامق، بتعرفوا انه لعبه اولاد، يعني اذا اللون الغامق ما عم بيعطي. خلينا نجرب هيك ميك اب سريع، وعلى فكره انه انا كمان جايبه براشز، سو هول 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مش 12، هول هن البراشز، صراحه كثير مرتبين، شكلهم كثير حلو وكثير ناعمين، ما بتصدقوا قد ايه ناعمين، سو خلينا نستعملهم. اول شيء رح حضر العين بكونسيلر ضروري تيلقط الاي شادو على العين او ولا ممكن يلقط. رح شيل الباودر حوالي العين لانه ما بدي حتى انه يكون في باودر حواليهم. ببلندنج براش رح بلش بلون هيدا اللون يلي هو جاي شوي على بينك. انجأ انجأ عم بيعطي اللون، خلينا نشوف اذا رح يعطي او لا. سو عم يعطي لايك بشكل كتير خفيف. اوكي ببرش اصغر رح اخذ لون اغمق منه، رح جرب هيدا ورح بلش غمق الكريز اكتر. انتو شايفين شي عم بيغمق؟ انا مش شايفه شي. اوكي رح نختار لون تاني، بعتقد رح نروح على اغمق لون موجود، رح نبلش نجرب انه نغمق الكريز.
شو ما اعمل ما عم يلقط اللون. ما بتصدقوا ما بتصدقوا قديش ما عم يلقط اللون. يعني كان في ببالي لوك كتير حلو وبيلبق له كتير الالوان هيك الترابية على بينك بس مش عم بيزبط. anyway رح اخد لون شيمر ورح حطه بنص العين. الحمد لله في لون عطى على القليل اللون الشمر عطى يعني اقله بس كرمال تستحق شوي سعره بس برضو ما بتستحق. على فكرة خد جليتر وحط شوي بنص العين. هيدا هو اللوك اللي طلع معنا صراحة. هيدا ماكسيموم لوك طلع معنا. استعملنا كل الالوان. البالت بدي اعرف قدي سعره كتير ضروري. سعره 5 يورو. ما بتستاهل سعره. تخبركن ليش. اذا بدنا نحكي عن براند صينية بتعمل ميك اب بدنا نحكي عن شي جلام. اوكي لانه شي جلام براند صينيه بتعمل افوردبل ميك اب. خلينا نشوف هيك باليت زغطوره مثل هيدي عند شي جلام قد ايه حقها. اوكي هيدي سو هيدي الباليت. لاحظوا الوان كتير قريبه من بعضها. في بيجمنتيشن ومش دعايه لشي جلام ابدا. في بيجمنتيشن حقها 6 دولار. هيدي حقها 5 يورو يعني تقريبا 6 دولار وزيرو. انتهى. دروب ذا مايك. انتهى. اوكي خلينا نجرب هيدي الباليت لانه هن في عندهم كتير براندات مختلفه عن بعضها مش انه براند وحده ميك اب. سو كتير ممكن انه هيدي يمشي حالها وكتير مهضومه الباكجينج. انتو شايفين لبسين اللي هون. انتو شايفين هاي البيسو. هيدي بيسو كتير كيوت. او ماي جاد يا شايفين حاطين هون صوره الدنيا عم بتشتي وبيسو كلها مي. يا قلبي قلبي الصغير لا يتحمل. شوفوا الباكجينج شو كيوت. اوكي ضروري نعمل سواتش. رح نبلش باللون الغامق احسن من غيره. خلينا نجرب هيدا اللون. هيدا الشمر. سو الشمر لازم يعطي. اوكي الشمر منيح. رح استعمل نفس البلندينج براش لانه صدقوني ما انجويت حتى. رح بلش اول شيء بالكونسيلر. يعني الكونسيلر عم بيكون ابيض بشكل وقصدًا افتح كونسيلر عم بستعمله كرمال عن جد يعطوني الالوان لونها. اوكي اول شيء رح بلش بهيدا اللون البني الفاتح ورح وزعه على الكريز. اوكي لهلا في لون. رح ارجع استعمل البراش المسطحه ورح اخد اللون الغامق ورح بلش ثبت اللون الغامق على الكريز. بدي اعمل هيك كانه سموكي لوك على القليله. يعني انا كثير ممنونه انه اصلا عم يطلع لون. ما بعرف اذا الالوان اصلا حلوه. حسيت الالوان مش كثير حلوه مع بعضها. anyway هيدا هو اللوك. بتمنى لو الالوان اكيد كانت اقوى كانت عطتني نتيجه احلى لانه مبينه كاني عم بعمل ميك اب من الستينات. الستينات هيك كانوا يعملوا. anyway رح جرب لون الشمر هيك بنص العين. وينو وينو انتو شايفينه انا مش شايفته. اوكي جليتر على طول بنروح على الجليتر ساعة اللي ما بنلاقي شيء. اكيد الجليتر رح يبين بس كتير بشع. اللوك كتير بشع. يعني انا كان في شي براسي وطلع شي تاني كليا قدامي. شو هيدا. anyway هلا ببراش صغيره عم بحط اللون الغامق اللي هو اغمق لون بالباليت تحت العين. صراحه اللوك على هيدا العين كتير احلى من هيدا العين. كباليت هيدي بيجمنتد اكثر من هيدي بس الالوان انا ما حبيتها او هي الالوان مش موفقه ماني عارفه. فهمتوا علي كل وحده فيها شيء. anyway هيدا الباليت فيها بعد هول الاثنين هول المفروض يكونوا هايلايتر بتوقع. سو خلينا نجرب. هيدا باودر مش هايلايتر في فرق. شوفوا حلو. تاني واحد او تاني هايلايتر شو الفرق؟ ما في فرق. الفرق جدا بسيط. خلينا نجربهم على الوجه. ما عم تلقط البراش على الاكيد انه ما عم تلقط. سو رح جرب باصبعي. فباصبعي كتير افضل. تنتفق مش هايلايتر اي شادو بس انه منجرب. هيدا تاني لون عم جربه على تاني جهة. لا 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 خليني شيل الضو وقرب لكم. شوفوا
يعني مبين انه اي شادو. هيدا شو هيدا؟ خلينا نشوف قدي سعره. $7 سعره $7. لا انسوا انسوا اكيد لا. ولو رح شيل اخر شي باودر موجود على الوجه. شو هيدا؟ بعتقد انه هيدا اي شادو على فكره، بس اي شادو ستيك. اوكي سو هيدا شكله. الباكجينج كتير حلو على فكره. يا مكسور شوفوا هيدا هو. خلينا نفتحه على الاخر. اوكي ضروري نجربه. سواتش يا اوكي. انا بقلكم الاحساس شو الاحساس. هو كانه قلم شمع حاطين عليه جليتر ومسمينه ميك اب. قلم شمع يعني. قديه بدي اقلكم انا لازم كتير اعمل كرمال يعطيني لون. طيب خلينا نجرب على العين. وحتى مش حلو اللون. لا 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 شايفين يا بين لي كانه عندي جوره بعيني. لا ثانك يو. القلم مش منيح ابدا سعره. لا اذا انتم بتشوفوا الصوره بتقولوا واو شو حلو. سوري هيدا هو هيدا هو هيدا بس هو مش هيدا. سعره $2.5. waste it's a waste. ننتقل للماسكارا. اكيد لازم نحط ماسكارا على هاللوك اللي كتير حلو. سو خلينا نفتحها. يا ما بصدق البراندينج البراندينج. اوكي شوفوا انتم شايفين هيدا هيدا ستيكر. هيدا ستيكر بتنشال. لا وقاب عرفتوا هيدا هو البراندينج. هلا ما في عليها ولا اسم براند ولا شيء. هيدي الريشه ما بعرف اذا انا جاهزه احطها على رموشه. يلا خلينا نجرب. يا جويت حالي من فوق بطبيعه الحال. سو هيدي الماسكارا. صراحه انا رموشي بيضيعوا على فكره لانه اوريدي سمال انه عبايه وطوال فحيلا ماسكارا ولدو. خلينا نجرب على تاني جهه. صراحه البراش كتير منيحه. الماسكارا ذا اكتشوال ماسكارا الموجوده جواتها ابدا مش منيحه لانه كتير ما بتنشف. عرفتوا اي ماسكارا ما بينشفوا ابدا. رح تلاحظوا انه في فرق. بتذكروا باول فيديو بس قلت لكم انه في بقايا ماسكارا على هالعين. هيدا هو بقايا الماسكارا هن اللي عاملين رموش حلوين. هي الماسكارا هيدي مش هيدي. صفر سعر الماسكارا $4. لا 3.5. انه هي رخيصه اوكي بس مش حلوه ابدا. يا شو هيدا؟ قلم حواجب. جايبه قلم حواجب وماني عارفه. يا خلينا نشوف. عن جد انه ما انتبهت. شوفوا القلم من سن جده شايفين. خلينا نجرب على الايد. اوكي سو منيح ما استعملته لانه بتعرفوا هذا القلم اللي كتير بدي شد عليه تيعلم. هيدا هو سو لا ثانكس. انا جايبه شيء للرموش هيك بتذكر ما عم لاقيها. لقيتها. اوكي سو انا جايبه هيدا الشيء. هيدا الشيء بنحطه هيك على الرموش ومن قب الرمش بنحط عليه ماسكارا بلا ما نجوي الليد تحته او العين تحته. جينيوس كثير حبيت. والحلو انه ليكو في لها هون شفر اوريدي جربتها شايفين. سو بنحطها هيك على العين وبنطفش. على فكره شايفين انه الماسكارا بعد ما نشفت ومش رح بتنشف ابدا. anyway بنحطها هيك ومثل بنمشط وبنفرق الرموش وبتخليهم يصيروا ليفت عاليين اكثر. كثير حبيت. سعره $0.5. بيرفكت 10/10. هيدا بعتقد هذا الشيء الوحيد ربحان معنا لليوم. هلا وصلنا لاخر خطوه اللي هي الشفاف. جايبه 2 لبستيك كرمال نجربهم. سو خلينا نجربهم سوا. رح نبلش بهيدا. اوكي سو حسب الباكجينج انا فهمت انه هيدي الجهه هي مات وهيدي الجهه هي جلوس. بنبلش بالمات. حبيت الريشه كثير ذكرتني بالريشه تبع فانتي بيوتي بس كتير صغيرة كتير مات فلور هيك مخملة.
كمان كتير ذكرتني باللبستيك تبع فانتي بيوتي يلي هي المخملة، كتير ذكرتني فيها من ناحية الريشة ومن ناحية التكستشر. بس أكيد يعني هيدا فانتي بيوتي مثل كأنه علي إكسبرس، عرفته. anyway رح نجرب الجلاس. سو هيدا الجلاس أحطه فوقه. لا حبيت الجلاس أكتر أنا. الجلوس كتير حلو. تعرفوا شو حبيته لهيدا الليبستيك؟ قدي سعره؟ سو هيدا حقه 2 دولار. لا ل 2 دولار كتير منيح. ننتقل لتاني ليبستيك، رح نحطه على تاني جهة. بعتقد انه كان لازم حطهم بالقلب باي ذا واي، لانه هيدا بيلبق على هيدا الميك اب وهيدا بيلبق على هيدا الميك اب. anyway اوكي سو شكله كانه ليب بالم مش كانه ليبستيك. هيدا شكله، شايفين شكله كانه ليب بالم. اوكي خلينا نجرب. ايه ليب بالم. سو هو كانه ليب بالم مع شويه لون، مش شوي، فيه لون صراحه، مش انه ما فيه، فيه لون. بس تعرفوا سعره رح تحبوه، سعره دولار ونص. سو انه لدولار ونص هيك ليب بالم بيرطب فيه لون، ليه لا؟ سو صبايا هيدا كان الفيديو لليوم، هيدا كان الميك اب لليوم. بليز خبروني شو رايكم بالميك اب تبع تيمو، خبروني بالكومنتس اقتراحات عن براندات ميك اب عبالكم اني جربها، عن مواقع صينيه كوريه حيالله محل بالعالم عبالكم اني جربها. وانا بشوفكم بفيديو جديد قريبا، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. باي.